اي هاي هاي ابي ابي اكل ابي اكل، يا رب يا رب يكون عندي اكل. لا بس عندي شويه مويه. اوكي يلا معلش خلي اشربها. بس والله كلش عطشان، اني كلش عطشان. بالله خلي اخذ لي هذولا واروح الجاري اشوفه اذا عنده اكل او لا. والله هذولا كلهم فقره. خلي اروح الجاري ذا الغني. ايش هذا؟ ذا شرطي، ذا شرطي. اوكي اني كل شيء ما راح اسوي له، بس اريد منه الاكل. هاي سلام عليكم. هاي صديقي. عليكم السلام. ها اقدر اخش اول اشي؟ تفضل. ابي 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 اكل بليز بليز. والله ما عندي اكل بليز. لا ما عندي، اطلع برا بليز. بليز انطيني شوية اكل بليز. لا شكلك يا اخي انقلع جاك نص الليل. انطيني اكل. لا 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 انطيني اكل. هاي منو هذا؟ منو؟ اعطيك ارفع ايدك. اوكي اسف. شنو؟ ارجع. ها ها خلاص. شنو صاير؟ هاي اوكي خلاص 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 هاك. شنو ايش صاير؟ اسف خلاص. اسف شرطي بليز. دقيقة اريد افتهم شنو صاير. ليش ترمون؟ ايش صاير؟ عرس لو شنو؟ جيت لذا الورع قلت له انطيني اكل، بس ما انطاني، طماع ما ينطي الاكل. ترفع عليه سلاح مو؟ يريد يقتلك صحيح؟ صحيح. ليش تريد تقتله؟ يعني قلت له هذا الشخص كلش غني وعنده هواي فلوس. كل ما اقول له انطيني اكل ما ينطيني ويطلع ويطلعني من البيت. هذا الشخص حتى لو كان غني الفلوس اللي عنده هو حربين، انت مالك علاقه بيه، فهمتني؟ يا اخي والله راح اموت من الجوع بليز، ابي اكل. امشي يا امشي 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 راح تتغدى اليوم بالسجن. امشي اطلع برا، اطلع تعال انت ويا انا، تعال امشي 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 تحرك يلا بسرعه. لا ماكو امشي، ديناتكم اليوم للسجن. يلا فينكم للسجن؟ اليوم راح تعرف شو مسوي. امشي اليوم تحقيق، اريد افهم منو المجرم الحقيقي. روح بسرعه للسجن يلا. سامحني بليز سامحني. ماكو سامح يلا بسرعه للسجن يلا بسرعه للسجن يلا. خلاص 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 خلاص. طيب شلون افتح الباب؟ هي دقيقه انا جاي. واخرب ابتعدوا. هذا شغل رجال الشرطه. لايك اشتراك يلا دخلوا يلا. اوكي بسرعه شوفوا دقيقه اسد الباب حتى ما حد يهرب. فهموني شنو القصه؟ ليش جاي ترمون؟ ومنو كان يرمي؟ انت اللي كنت ترمي، افتهمت انت؟ اسف طيب ما عاد ارمي يا اخي. والله زي ما قلت لك ابي اكل، رحت له قلت له ابي اكل فطردني، قال لي لا ما انطيك اكل. وهذا الشخص كلش غني وعنده هواي فلوس. هذا حبيبي هذا مو سبب حتى تجي تقتل انسان بريء، هذا مو سبب. تعال امشي وياي، تعال انا. انت جوعان كلش جوعان اني بليز. تعال ادخل انا وانا راح اجي لك احسن اكل. ادخل حبيبي الليلة تموت جوع، افتهمت؟ ابقى بالسجن بليز. افتح لي الباب بليز. ايه افتح لي الباب. اي كلمة تحكي هرميك، افتهمت؟ ارجع بليز. ما اريد اي كلمة، راح احقق مع هذا الشخص. تعال انت، تعال وقف هنا، تعال وقف. ادخل بس دقيقة اسد الباب. شوف قل لي شنو السبب الحقيقي حتى جالك هذا الشخص ب 12 بالليل؟ جاوبني. تعرفه؟ يعني خلي عندك اكل. قلت له لا، جاء اخذ السلاح ويريد يقتلني. طيب اجى يريد يقتلك، اجى يريد يسرق فلوس لو فقط اكل؟ اكل اكل زين. يعني تعال انت شنو من مجرم؟ الناس ارجع. الناس المجرمين يقتلون علشان الفلوس، حتى يحصلون فلوس. انت على مود اكل؟ شنو من مجرم انت؟ يا اخي والله المدير طردني من الشغل، هسه ما صار عندي فلوس ولا اجي. المدير طردك من الشغل؟ باكر المدير جينا للشغل، العفو للسجن، وراح اشوف شنو القصه اللي خلاها يطردك. وانا متاكد المدير ما طردك بدون سبب، انت سرقت من المحل وطردك لان ما دام حاول تقتل شخص. صحيح كلامي لو غلط؟ صحيح كلامي لو غلط؟ صحيح. صحيح صحيح. يعني تعترف انت سرقت، خلاص صارت عليك قضيتين، القضيه الاولى السرقه، القضيه الثانيه قتل. تعرف شنو عقاب اللي يشيل سلاح؟ تعرف؟ لا يجري. تعال جاوب. والله العظيم اليوم لا تموت، والله لا تموت. تعال ارجع احترم نفسك. خلاص اليوم راح تموت. ارجع يا صرخ. ارجع افتح الباب. والله اليوم تموت، افتح الباب. موت تعال يا مجرم، والله اليوم تاخذ جزاء. خلاص مشكور. شكرا يا صديقي، والله مشكور. حبيبي احنا بخدمة الشعب، وان شاء الله ماكو اي مكان لاي مجرم، وهذا المجرم متاكد من عنده راح يرجع، لان هذا المجرم عنده علاج خارق، هذا العلاج يخليه يرجع للحياة.
اتهمت قصدي مو؟ طبعا هذا المجرم بعد ما يقتل دخل بالسجن. تعال انت تعال ادخل بيتك، ادخل بيتك، ادخل، تعال ادخل ادخل. شوف اللي اريده من عندك تقول لي السبب الحقيقي اللي خلى هذا الشخص يجي لك. اتهمتني؟ ايه انا جاي اسمعك. هذا المجرم ايش عنده؟ انا ارجع ارجع خلاص والله اليوم تموت خلاص. تعال امشي وياي، امشي 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 وياي امشي. عرفت هذا المجرم شلون جاي؟ ارجع امشي امشي. لازم هذا المجرم ياخذ جزاءه، الجزاء ما ارجع 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 للسجن ارجع. تعال تعال اليوم اعدام، اليوم اعدام. تعال ياسين تعال اليوم راح نعدم هذا الشخص. تعال امشي امشي قدامي، امشي هناك ساحه الاعدام. تعال تحرك هناك يلا بسرعه. سامحني بليز تحرك تحرك قدك. تحرك يلا بليز سامحني والله ما عاد اسويها يا اخي. ما احب السجن يا اخي والله ما احب السجن والله اكره اكره السجن بليز. اوكي 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 إيه اسمع انت ما تحب السجن مو؟ يا ما احبه كلش ما احبه. تعال وياي انا انا اعرف شنو تحب. انت تحب الموت. تعال راح اليوم راح تموت امشي. لا بليز 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 ادخل ساحه الاعدام. لا بليز كل شيء كل شيء ادخل ساحه الاعدام. لا ادخل ما بينحرق بليز ما بينحرق بليز. والله تعال واحد يوقف هنا. تعال وقف هنا واحد يوقف هنا بسرعه. يلا شوفوا اول شغله اليوم لو تتصالحون لو تنقتلون يلا تتصالحون ولا لا؟ يا اخي كله هو يعطيني اكل دوما كل ما اجي ما يعطيني اكل. لا اله الا الله اخي هو حتى لو عنده فلوس الدنيا ما يريد يعطيك اكل. تعرف شنو عقابك مو؟ لا بليز ما بينحرق في اللافا بليز. شوف انت مو قلت لي تريد اكل انا ما راح اعطيك اكل. اليوم راح تموت تعرف ليش؟ تعال ارجع هذا سجن اخي ما تقدر تطلع. لا تحاول لا تحاول يجسد. لا لا ما يقدر ما يقدر. لا اطلع اطلع خلاص ادخل بالسجن ادخل بالله يلا ادخل ادخل. لا تستاهل 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 هيك احسن لك. تعال اسمع اسمع خليني اقول لك شغله. انت تعرف شنو هديتك؟ الله يرحمك. وين وصلنا؟ وين وصلنا؟ نهاية المقطع. لا 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 يا وير على تكتني والله لحول لك كرياتف. لا ادبك اجيب لك سنايبر ثواني بس خليني انا انهي الفيديو. انا انهي الفيديو دقيقة بس خلي اطقك بهيد شوت. لا ما تلوحني يا ورع. يلا يلا اسمع موت. لا لا راح اموت. لا 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 موت يا ورع. ليش والله جاي انا وين اسمي جاي لك امير. يلا راح اسحبك تيبي. لا لا انا يمك 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 انا يمك يمك. ها يلا ها ننهي المقطع. لا لا هذا خليها خلف الكواليس خليها خلف الكواليس. انا راح انهي المقطع شباب بنات. ها يا ورع وبنهاية المقطع يا شباب الاولي تعرفون ايش احسن. لا لا كافي كافي امير كافي خلاص. وبنهاية المقطع يا شباب بنات مثل ما شفتوا تم القضاء على المجرم امير سلوخ. اقول لك ليش قبل كم يوم امس ليش منزل علي فيديو يا اخي والله انك ورع. شباب بنات اتحداكم وبعض المقطع توصلون لنا الى 50,000 لايك. 50,000 لايك عيال عيال 50,000 لايك 50,000 شوف شوف شباب بنات قناة امير سلوخ لا تشتركون بها. اشتركوا بقناتي قناتي موجودة بالوصف. لا لا شباب بنات اشتركوا بكل القنوات قنواتنا مو قنوات ازاي اقول انا لا امير ها ها. شباب بنات المهم خل اختصر عليكم ايش صاير انا كفو. لا لا يلا. امير امير صاير صاير ببجي صاير ببجي. شباب بنات بنهايه المقطع اللي اريد اوعدكم ضغطوا لايك واشتركوا بالقناه قناتي بالوصف. امير اشتركوا بكل قنوات يب اكيد اخلي قناتك وقناه ياسين عافيه كفو يا ذيب. المهم قناتي موجوده بالوصف اشتركوا بيها. شباب انا اريد اوصل مليون مشترك. خلاص يا عيال وصلوا مليون مشترك عيال. المهم ما حاب اطلع عليكم اكثر وبس مع السلامه. مع السلامه. امير اعطيني السلاح اللي عندك سنايبر اعطيني اعطيني. شوف 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 اليوم راح اسوي حفله. وين امير امير وينك؟ انا اختفيت. دقيقه راح اجي يلا. امير هاي هديه من عندي لك جاي تصور بعدك تصور. ياب ياب هذا الخلف الكواليس يعني. لا تمام هاي خليها خلف الكواليس وبس مع السلامه.